بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة والطالبات الفرقة الأولى الشعب العربي، تمنياتي لكم التوفيق إن شاء الله، ودي آخر محاضرة بنلتقي بها في الفصل الدراسي الأول، استكمالا للمراجعة النهائية لبعض الأسئلة في المنهج. وزي ما أنا قلت وبأكد تاني إن دي أمثلة نموذجية للأسئلة، وليست أسئلة شاملة كل المنهج، فعليكم إن أنتم ترجعوا للتطبيقات وترجعوا للمنهج اللي إحنا حددناه عشان مذاكرة للامتحان إن شاء الله. يبقى إذا دي نموذج وليست كل الأسئلة زي ما إحنا بنأكد عليكم، عشان ما حدش يفتكر إن دي الأسئلة المطلوبة منكم فقط، ولكن الأسئلة دي نموذج ومثال، مثال تطبيقي لبعض الأسئلة عشان نتعرف ازاي نحل الاسئله دي. الجزء الثاني من المراجعه اللي احنا هنلتقي بيه النهارده هو بيقول السؤال: وضح مدى صحه ام خطا هذه العبارات والتعليل في 5 اسطر على الاقل. وقلنا الكلام ده نجاوبه في صوره جدول، العمود الاولاني اللي هو 2 سم ده رقم السؤال، والعمود الثاني 2 سم برضو للعلامه صح ولا غلط، وبعدين بقيه الصفحه كلها للتعليم. واحنا هنعلق على الإجابة سواء كانت صح أو غلط، بنعلق عليها مع وجود رسومات بيانية إن أمكن لو هي محتاجة إلى رسومات بيانية وأشكال بيانية. بنقول أول سؤال: المتخصصين هم فقط الذين يهتمون بدراسة علم الاقتصاد. العبارة صح ولا غلط؟ لا. ليه؟ لأن احنا قلنا إن مش المتخصص بس هو اللي بيهتم بدراسة علم الاقتصاد، ولكن جميع الفئات التي ترغب في الثقافة الاقتصادية ممكن ان هي تدرس الاقتصاد، ولذلك للاستفادة من مفاهيم ودراسات علم الاقتصاد. وطبعا الكلام ده قلناه في التعريف بتاعنا وقلناه في اهمية علم الاقتصاد، نراجع الجزئية دي في الكتاب. طلب رجال الاعمال على اوامر الانتاج هو طلب مشتق من طلب المستهلكين على السلع والخدمات التي تنتجها. طلب رجال الاعمال على عوامل الانتاج، عوامل الانتاج احنا قلناها ما هي؟ العمل. هو طلب مشتق، يعني طلب هيشتق منين؟ من طلب المستهلكين على السلع والخدمات التي ينتجها رجال الاعمال. العبارة هنا ايه؟ صح، العبارة صح. لكن في بعض الاسئلة يقول لك ايه؟ هو طلب غير مشتق، غير مشتق، يبقى العبارة غلط. لكن نفس الايه؟ نفس التعليق، هو دورة النشاط الاقتصادي، ونبين ازاي ان المستهلك لما بيشتري السلعة من السوق بتاعة المنتج، المنتج بيزود الانتاج بتاعه، ولما بيزود الانتاج بتاعه بيحتاج الى عمالة ويطلب عمال عشان يشتغلوا ازيد ويكبروا المصنع بتاعهم وينتجوا اكتر. بناء على طلب مين؟ بناء على طلب القطاع العائلي او قطاع المستهلكين. يرجع السبب في أن منحنى إمكانيات الإنتاج مقعر إلى قانون تزايد التكاليف. العبارة صحيحة فعلا، هو إن منحنى إمكانيات الإنتاج بياخد الشكل المقعر وليس الشكل المستقيم لتزايد التكاليف، لأن كل سلعة بيبدلها بسلعة أخرى بتزيد التكلفة زي ما احنا شرحنا قبل كده. أن مشكلة الاختيار هي أحد المشاكل الأساسية في علم الاقتصاد. طبعا الاقتصاد مبني على الاختيار، ومشكلة الاختيار هي أحد المشاكل الرئيسية في علم الاقتصاد. في ظل اتجاه الدولة للأخذ بآليات السوق يتزايد دورها في النشاط الاقتصادي، طبعا يتزايد دورها في الرقابة وفي طبعا المتابعة وفي منع الاحتكارات وفي بعض وفي سن القوانين والتشريعات وفي الرقابة على الأسواق. أن تكلفة إنتاج سلعة في ضوء السلعة التي يتم التضحية بإنتاجها من أجل إنتاج هذه السلعة تسمى تكلفة ثابتة. تكلفة إنتاج سلعة في ضوء السلعة التي يتم التضحية بإنتاجها من أجل إنتاج هذه السلعة تسمى تكلفة ثابتة. العبارة غلط. نمرة 7: لا توجد علاقة بين علم الاقتصاد والعلوم الأخرى. العبارة غلط. ونرسم الرسمة بتاعت علاقة الاقتصاد بالعلوم الأخرى السياسية وعلم الاجتماع وعلم الإحصاء وهكذا. يوجد لدى علم الاقتصاد كل الأدوات والأساليب التي يحتاجها لدراسة مشاكل المجتمع الاقتصادي، وليست في حاجة إلى الاستعانة بأدوات وأساليب العلوم الأخرى. لا طبعا، العلوم كلها متكاملة مع بعض، وعلم الاقتصاد بيستخدم علم الإحصاء في استخدامه لأدوات الإحصاء، في علم الاجتماع في استخدامه للنظريات بتاعة علم الاجتماع وهكذا.
لا يوجد فرق بين الاقتصاد التقريري والاقتصاد التقديري. لا طبعا هناك فرق بين الاقتصاد التقريري والتقديري، وها في هذه المقام طبعا لازم نعرف كل اقتصاد وندي مثالين تطبيقيين على كل نوع من انواع هذا الاقتصاد التقريري. البيانات الاحصائيه يمكن اختبارها والتحكم فيها وخضوعها للسلوك المحيطه، طبعا دي احنا ما خدناهاش. لا يوجد فرق في مجال البحث، يبقى 10 و11 احنا ما خدناهمش، وبالتالي دول مش مقررين عندنا. النوع الثالث من الأسئلة اللي هو ارسم منحنيات إمكانيات الإنتاج لكل من الحالات الآتية: دولة غنية ودولة فقيرة. طبعا احنا رسمنا منحنى إمكانيات الإنتاج بالنسبة للدولة الغنية اللي هي العلاقة ما بين إيه؟ ما بين السلع الترفيهية والسلع الاستهلاكية. في الدول الغنية بلاقي إن السلع الترفيهية الدول الغنية بتميل إنتاج منحنى الإمكانيات الإنتاج بتاعها إلى استهلاك المزيد من السلع الترفيهية على حساب السلع الاستهلاكية، بينما أو ضرورية يعني سلع ضرورية وسلع ترفيهية. الدول الفقيرة بتميل إلى أكثر إلى السلع الضرورية أو السلع الاستهلاكية أكثر من السلع الترفيهية. نمرة ب: دولة مواردها يتم توظيفها توظيفا كاملا مقارنة بأخرى جزء من مواردها معطلة. بنيجي نرسم منحنى إمكانيات الإنتاج، والدولة اللي بتوظف مواردها بتبقى النقطة بتاعتها على المنحنى نفسه، بينما الدولة اللي فيها جزء معطل بنحط النقطة بتاعتها داخل المنحنى، اللي هي بتستخدم جزء من الموارد بتاعتها وليست كل الموارد. بينما النقطة لما تكون على المنحنى إمكانيات الإنتاج فإن هذه الدولة بتستخدم كل الموارد بتاعتها. دولتين توظفين مواردهم توظيفا كاملا، ولكن اختياراتهم بين س وص متباينة. ممكن ان زي ما احنا قلنا منحنى الامكانيات الانتاج بيبدا من الف وب وج ودال، كل ده بيقع على ايه؟ على منحنى الامكانيات. فممكن دوله تختار الف وممكن دوله تختار جيم، والاثنين بيكونوا وظفوا الموارد بتاعتهم توظيفا كاملا. نخلي بالنا من النقطه دي، لان طبعا النقطه دي مهمه جدا وارجو ان انتوا تاخدوا بالكم منها. يعني اي نقطه بتقع على منحنى امكانيات الانتاج فهي تعني ان الدوله تستخدم كافه الموارد بتاعتها الاقتصاديه. بين اي جمل اتيه تقديري ولا تقريري وكيف يمكن التحقق من ذلك. الصندوق الاجتماعي يجب ان يقدم المزيد، ده طبعا ده تقديري لان دي توصيه. ان هناك علاقه عكسيه بين ده تقريريه لان ده نظرية ثابتة. يرى البعض أن تثبيت سيطرة الأسعار أفضل من زيادة، طبعا يرى كلمة يرى يعني استنتاج، يعني إيه؟ يعني تقديرية. كلما ارتفعت الأسعار السلع زادت، ده تقريرية، وهكذا. ده الفرق ما بين إن إحنا نفسر ما بين ما هو تقريري وما هو تقديري. في ضوء دراستك لنموذج دورة النشاط الاقتصادي، وضح أهمية زيادة الطلب على السلع والخدمات من جانب القطاع العائلي على الإنتاج، ودورة النشاط الاقتصادي موضحا ذلك بشكل بارز. هنرسم طبعا السوقين وهنرسم القطاعين اللي هو القطاع العائلي وقطاع الأعمال، وبعدين سوق عوامل الإنتاج وسوق السلع والخدمات، ونوضح بالشرح إزاي إن القطاع العائلي لما بيزيد الطلب على السلع بتاعته بيؤدي إلى زيادة العرض بتاع السلعة، ومن ثم يؤدي إلى زيادة الطلب على عوامل الإنتاج وأهمها العمل، وبالتالي المنتج في هذه اللحظة بيدي أجور أكتر، ولما بيدي أجور أكتر القطاع العائلي بياخد فلوس أكتر، والقطاع العائلي لما بياخد فلوس أكتر بإيه؟ بيستهلك أكتر، وهكذا. يوضح الجدول التالي منحنيات إمكانيات الإنتاج لمجتمع ما. هذه منحنى إمكانيات سلع مدنية وسلع حربية، بناخد الأرقام دي ونرسم الشكل اللي هو منحنى إمكانيات الإنتاج تقريبيا. يعني احنا مش هنجيب بقى ورقة رسم بياني ولا حاجة، ولكن احنا هنرسم تقريبيا بنوضح الفرق ما بين السلع المدنية والسلع الحربية، كيف يعكس منحنى قانون تزايد التكلفة. طبعا المنحنى عشان واخد الشكل المقعر، واحنا شرحناها قبل كده وقلنا ان الشكل المقعر ده يعني ان البدائل مختلفة وان كل بديل له تكلفته. ضع نقطة عين داخل منحنى الإمكانيات، هنحط النقطة داخل منحنى الإمكانيات تشير إلى أن المجتمع لا يستخدم الموارد بتاعته بالكفاءة المطلوبة، يعني في عنده إسراف وعنده تالف. ضع النقطة لام خارج المنحنى، يعني ده معناه إن هذه النقطة لا يمكن الوصول إليها أو استخدامها في الوقت الحالي، ولكن في المستقبل عند حدوث زيادة في الموارد ممكن إن هو يصل إليها في المستقبل.
5 سنوات القادمة وهكذا. ما هي افتراضات التي يبنى عليها منحنى إمكانيات الإنتاج؟ طبعا إحنا خدناها اللي هي ثبات عوامل الإنتاج. لنفترض أن هناك تقدم فني في الإنتاج قد حدث في السلع الحربية دون أن يصيب إنتاج السلع المدنية، ارسم منحنى إمكانيات الإنتاج. طبعا السلع الحربية هنا لو في تقدم فني يعني معناها تكنولوجيا جديدة، فنلاقي إن المنحنى بتاع السلع الحربية ارتفع إلى أعلى شوية نتيجة للتقدم الفني في الإنتاج. بيبقى بنرسم منحنى جديد طالع من المنحنى الخاص بالسلع الحربية، وفي النهاية هيوصل إلى منحنى السلع المدنية. لأن الاختيار الحاضر عند نقطة النهاية على منحنى كان عامل رئيسي في النمو الاقتصادي والتنمية في الدول النامية. اشرح ذلك. طبعا احنا بنتكلم عن الاختيار الحاضر والمستقبلي اللي هو في حالة الخطط الاقتصادية، وبالتالي بنرسم منحنيين، منحنى في الحاضر ومنحنى في المستقبل، وبنوضح ان الحاضر بيبقى في نقطة قريبة من السلع الضرورية او السلع الاستهلاكية، بينما في المستقبل بتتجه الدول النامية اكتر الى السلع الاستثمارية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. ما هي الأسئلة الخمسة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد وناقشها؟ طبعا دي خدناها في الأسئلة اللي احنا خدناها بتاعة أهداف قبل اللي هي بعد منحنى إمكانيات الإنتاج، اللي هو زي ما احنا قلنا بنزود الإنتاج إزاي، وإزاي إن احنا بنستخدم الأسئلة ماذا ننتج وكيف ننتج وكيف يكون الإنتاج، ودي الأسئلة اللي احنا هنناقشها في هذه الإجابة. ارسم شكل دورة النشاط الاقتصادي. طبعا احنا خدناها قبل كده في المراجعة وبنرسمها وبنوضح كل دور لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، سواء كان القطاع العائلي او القطاع الاعمال، وبنقول علاقته بسوق عوامل الانتاج هي، وعلاقته بسوق السلع والخدمات هي، وفي النهاية طبعا بنرسم الرسمة بتاعة دورة النشاط الاقتصادي. بكده يبقى خلصنا على نموذج مبسط وسهل للأسئلة التي يمكن أن يتم مراجعتها وإزاي إن إحنا نجاوب عليها. لكن زي ما بقول وبأكد مرة تانية أن هذه الأسئلة لا تشمل المنهج كله، ولكن خدنا نموذج مبسط للاسترشاد بالأسئلة بتاعتنا عشان نعرف إزاي السؤال بيجي وكيفية الإجابة عليه، وده هينطبق على بقية الأسئلة المتاحة عندكم في تطبيقات على المنهج كله إن شاء الله. بالتوفيق بإذن الله، وإن شاء الله بالنجاح بإذن الله في المادة بتاعتنا، وذاكروا وجدعنوا كده، وربنا يوفقكم إن شاء الله، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.